اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. عبد الكريم الزامل وصالح طريقه مضيف حلقه الليله. احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم كان له تصريح اليوم على هامش المؤتمر، نتابع. هناك مقترح لزياده عدد الانديه ووضع تحت الدراسه نظرا لارتباط هذا الامر بالكثير من النواحي، منها الناحيه التنظيميه ومنها الناحيه الفنيه ومنها الناحيه الماليه، الى جانب ايضا يعرف الجميع ان دور الرابطه دور فاعل ويجب ان تاخذ وقتها الكافي من دراسه هذا الامر، ومن ثم يعاد صياغه الدراسه الى المجلس. المسابقه الاخرى كما هي مسابقه قائمه، التطوير إن شاء الله يدرس في جميع المسابقات التابعة للاتحاد. هناك مسابقات تحت مظلة الرابطة وهي دوري عبد اللطيف جميل، أما كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس سمو ولي العهد والأمير فيصل هذه من صلب الاتحاد. سيقوم الاتحاد بدراساتها دراسة مستفيضة وعمل الإجراءات اللازمة لتفعيل بعض هذه البطولات، خاصة كأس الأمير فيصل بن فهد. لم تشكل الرضان اللجان القضائية بعد كما مفترض أنها تشكل، ولكنني أنا كرئيس مجلس رأيت وأيدوا إخواني أعضاء مجلس إدارة على أن هناك يجب أن يكون هناك تريث في هذا الأمر، خاصة وأن هذه اللجان لجان قضائية يجب أن يأخذ المجلس وقته الكافي في اتخاذ الإجراءات النظامية فيها، وخاصة وأن بعد تشكيلها ليس للمجلس الحق في عمل أي إجراء، لذا يجب علينا أن نعمل جاهدين إلى وضع هذه اللجان في موضعها الصحيح. أولا يجب أن أشيد بدور إخواني أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا مشكورين على إقامة دورة رباعية ستكون إن شاء الله في أحد أيام الفيفا، وحدد لها سبتمبر 8 إلى سبتمبر، من سبتمبر 5 إلى سبتمبر 10. سيشارك في هذه الدورة إن شاء الله منتخب الإمارات بالفريق الأول، منتخب ترينداد أند توباغو، ومنتخب نيوزيلندا، بالإضافة إلى منتخب المملكة العربية السعودية. ستقام هذه البطولة إن شاء الله في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، على أن تستمر هذه البطولة في السنة القادمة أيضا 2014، وإن شاء الله هذه ستحل لنا مشاركة المنتخب استعدادا لأكتوبر أمام أشقائنا في العراق. اليوم كان اجتماع اتحاد القدم، شكلوا عدد من اللجان الطبية ولجنة الإعلام والمسابقات والاحتراف ووضع اللاعبين وعدد من يعني اللجان الأخرى مسؤولين اجتماعية دراسات الاستراتيجية القضائية الفنية والإحصاء. وطبعا كان في رفض أو إرجاء خلينا نقول اعتماد 16 نادي للموسم القادم، وأنه راح يكون في دراسة من لجان المسابقات والفنية والمالية والتسويق ورابطة الدوري محترفين السعودي. أبو حسام، الحقيقة أنا أول يمكن أشيد بعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم. يمكن الموسم هذا بدأنا نشاهد عمل مؤسساتي يختلف 180 درجة عما كان يحدث سابقا. القرارات الفردية وقرارات المسؤول الأول اللي كانت تدير الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما سبق انتهت، أصبحنا نشاهد بالفعل عمل مؤسساتي، عمل منظم. نعم قد يكون هناك فيه بعض الأخطاء وهذا شيء طبيعي، أنت الآن داخل مرحلة جديدة لابد أنك تتحمل بعض الأخطاء، لكن عندما تكون تسير في الطريق الصحيح لا شك أنك في النهاية راح تصل للعمل المؤسساتي الكامل لهذه المنظومة الرياضية الحقيقة اللي عانينا فيها كثيرا بسبب التخبطات، بسبب عدم وجود أنظمة، ولو وجدت الأنظمة في كثير من الأحيان لا تطبق للأسف. يمكن هوى المسؤول أو هوى أو تأثير الإعلام يكون مؤثر بشكل كبير على بعض القرارات. الآن حتى الأمر أصبح شورى بين الجميع. احنا شاهدنا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بعض المشاورات، وبالفعل أصبح في احترام لرأي الأعضاء، أصبح يؤخذ برأي الأعضاء. الأندية أيضا أصبح لها دور في بعض القرارات، عندما كانت في فترة سابقة مغيبة الآن أصبحت حاضرة، بل من يتخذ معظم القرارات أصبحت الأندية، وهذا هو الصحيح، لأن الأندية هي المعنية بتلك القرارات وبالتالي يجب أن لا تغيب عنها. الاتحاد السعودي أنا من وجهة نظري كعمل مؤسساتي مقبل على طفرة،
نحتاج الصبر ويحتاج الدعم ويحتاج استقطاب الكثير من الكفاءات. احنا شاهدنا الان اللجان او بدايتها فيها بعض الكفاءات، فيها بعض الوجوه الشابه، رغم لي بعض التحفظ على لجنه التحكيم اللي اصبحت الاسماء تتكرر فيها بشكل كبير. كنا نتمنى التجديد، كما نتمنى ايضا وكما وعدنا رئيس الاتحاد ان اللجان القضائيه سيكون فيها اسماء كبيره، سيستعان باسماء من 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 هيئه الادعاء والتحقيق، سيستعان باسماء من هيئه الخبراء، سيستعان باسماء كبيره وصاحبه تجربه وخبره ستدعم اللجان، على اساس احنا شاهدنا يمكن الاعتراضات الكثيره في الفتره السابقه، لان كان تكوين اللجان يتم من خلال اختيارات شخصيه وليس بناء على سيرة ذاتية وعلى كفاءة. نتمنى إن شاء الله التوفيق لهم في المرحلة القادمة. خلينا نشوف حديث الأستاذ عدنان البعيبد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي. الموضوع الأساسي طبعا الاجتماع هو اختيار وتسمية أعضاء اللجان الدائمة واللجان القضائية. تم تسمية بعض أعضاء اللجان على نحو التالي: اللجنة الطبية، اللجنة الطبية الدكتور صالح الحارثي رئيس اللجنة، الدكتور صالح الحارثي رئيس للجنة، الدكتور ياسر الفرهيدي عضو اللجنة ونائب للرئيس، الدكتور عبد الله الجوهر عضو اللجنة، الدكتور علي معدي المجول عضو اللجنة، الدكتور علي معدي المجول عضو اللجنة، والدكتور خالد جابر النوري عضو اللجنة. اللجنة الثانية اللجنة المالية والتسويق، عدنان المعيبد رئيسا، الأستاذ سفيان بن عبد اللطيف بناجة عضوا، الأستاذ بدر فارس الحربي نائب سفيان لا عضوا حتى اجتمع اللجنة وتقرر النائب سفيان عبد اللطيف بناجة، الأستاذ بدر فارس الحربي، الأستاذ أيمن أحمد الحوطي، الأستاذ نزيه النصر عضوا. اللجنة الثالثة هي اللجنة الإعلامية برئاسة الأستاذ محمد القدادي وعضوية الأستاذ عبد الكريم الفالح والأستاذ حسين الشريف والأستاذ سليمان الجابري. لجنة المسابقات الدكتور خالد بن مقرن رئيسا للجنة، الأستاذ أحمد العقيل نائب رئيس اللجنة، الأستاذ جاسم أحمد الجاسم عضو اللجنة وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ نعيم بكر البكر عضو اللجنة، والأستاذ حمد الصنيع عضو اللجنة. لجنة التحكيم أو لجنة الحكام الرئيسية الأستاذ عمر صالح المهنة رئيسا للجنة، أستاذ محمد صالح البشري نائب للرئيس، أستاذ محمد سويل عضو اللجنة، أستاذ يوسف ميرزا أحمد عضو اللجنة، والأستاذ عبد الله محمد القحطاني عضو اللجنة. لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اللجنة السادسة ضمن اللجان الدائمة في الاتحاد، دكتور عبد الله البرقان رئيسا للجنة، والأستاذ ماجد دخيل الله المالكي عضو اللجنة، دكتور محمد بن سالم الصيخان عضو اللجنة، أستاذ معيض محمد الشهري عضو اللجنة، وسوف يتم طبعا الاستعانة بمستشار قانوني لهذه اللجنة. لجنة العلاقات الدولية تم الاستبقاء على رئيس اللجنة الدكتور خالد البرزوقي ونائب رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز القرانيس. لجنة المسؤولية الاجتماعية وهذه لجنة خاصة جديدة ليست من اللجان الدائمة، سوف يترأس هذه اللجنة الدكتور عبد الرزاق أحمد أبو داود. لجنة الدراسات الاستراتيجية برأس الدكتور عبد اللطيف بخاري. إبراهيم، تشكيل اللجان الاتحاد السعودي جيب لك الورقين. طبعا كل اللي قاله الاستاذ عبد الكريم انا اعتقد انه يتكلم عن اتحاد اخر، تنظيم وشورى و يتكلم عن
طبعا ما هو دليلي في روتانا، لكن برنامج ثاني الملف الأحمر خرج الدكتور عبد الرزاق وداود، كنا نناقش مسألة ترشيح مرشح الاتحاد السعودي للاتحاد الآسيوي، وكنت أقول له أنه عليكم أن تتحملوا كاتحاد مسؤولية هذا الفشل، يعني لا تحطوه على حافظ المدلج. طبعا صدمت حقيقة، أنا صدمت أنه قال لي معلي يا أستاذ صالح في معلومة لازم أقولها، وهي أنه كنا إحنا مجتمعين ناقش هذه بعد ما ناقشناها قبل ما ينتهي الاجتماع، فقط رئيس الاتحاد يعلمنا يعني ما لكم رأي، يعني مو شغلكم، ترى احنا رشحنا حافظ المدلج، يعني ما لهم وجود هذول. فشهور او انتخاب هذه ما ادري من وين جاب هذا، لانه الدكتور عبد الرزاق ابو داود يقول شيء ثاني. الامر الاخر هذا الان عشان نعرف انه قرارات كيف تجي، انا اقول لك واحد من داخل يتكلموا على الهواء بقناتكم، يعني ممكن تجيبوها في اي لحظه لما تقول قناتكم يعني خلاص لا تسأل. اي روتانا. انا اسكت وما اقول شيء. لا انه باستطاعتكم بسهوله تجيبوا كلام. نجيب الكلام. اي كلامه بسهوله. في الملف الاحمر مع ابو مشعل سمام طويل. بالضبط بالضبط. قال باختصار شديد انه احنا الاعضاء ما لنا شغل في الموضوع كله. وانه رئيس الاتحاد قال لنا ترى احنا رشحنا وخلاص مو شغلكم. طيب. هذا نجي الان الاجتماعات هذه وبطوله ستقر وانهم والله ما حيزيدوا الانديه. أدي هنا الآن برضو خليك معي سعد عبد الكريم عن التنظيم والهذا، وأقرأ لك النظام الأساسي حقهم. كويس. النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، المادة 19، هيئات الاتحاد. 1. الجمعية العمومية هي السلطة التشريعية العليا للاتحاد. 2. مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للاتحاد. هذا من اللي قاعد يشرع الآن ويقيم بطولات ويقرر هذا. أنت بس لو تابعت وش قال، حتشكل لدراسة هذا المقترح. أنا الآن لما أجي لا أعرض. هذه كلها. لحظة خلك معي. أنا كاتحاد. عشان أوضح فكرتي وبعدين تكلم. لحظة. بس الجزئية هذه لو سمحت لي إبراهيم لو سمحت لي إبراهيم. اولا لحظه لا لو سمحت لي إبراهيم. اولا هو يقول بنشكل، انت لما ترفع مقترح للجمعيه العموميه ما رفع شيء، ما ترفع الا بعد دراسته. انت الان ترفض دراسه هذا المقترح. لا يا اخي، انا كاتحاد ادرس هذا الامر وابين سلبياته وايجابياته وارفع للجمعيه العموميه على اساس تكون قرروا. لا ما قرر شيء للان، ما في لا دراسه. تقام في 9 سبتمبر البطوله. لا 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 ما حيشارك الامارات ونيوزيلندا. لا 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 انت رحت شيء. لا انا اقصد دراسه زياده عدد فرق الدوري. ما اتكلم عن زياده. أيه. كل التشريعات لا لا شوف، دراسه فرق الدوري انت لازم تسوي دراسه لهذا الامر عموما. وبعدين انت ابو ابراهيم، انا اتكلم عن مستقبل، امر مستقبلي من الان. الاتحاد السعودي لكره القدم من اليوم هذا الان يبدا عمله، لانه في السابق كان هو يكمل بلجان كانت موجودة في السابق بلجان معينة، الآن بدأ الآن يمارس صلاحياته من اليوم هذا بدأ. إذا كنت أنت يعني تقرأ الفنجان يعني هذا شيء آخر. لا قبل أسبوعين كان ما لا شوف، إلى الآن قبل أسبوعين يا أبو إبراهيم العمل الحقيقي للاتحاد السعودي لكرة القدم كمؤسسة مستقلة بدأ من اليوم. الآن اليوم كل بس إيه من اليوم طبعا بعد الاختيارات. قبل أسبوعين لا قبل. أنا أعتبر مو انتخابات فيه، لم يأخذ الصفة الرسمية بشكل كامل في بعض القليل. لأن اللجان اللي كانت موجودة وتابعة الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تكلم عن اللجان يا أبو إبراهيم. ممكن بس أوصل فكرتي وبعدين أنا بقول لك الآن. أنا أوصل فكرتي، خليني أكمل أبو حسام. أنت لما تكلمت ما قد أصابتك أبو حسام. أبو إبراهيم اسمحوا لي بس أنا بقول لكم شيء. طيب تكلمتوا كذا مع بعض. لا المشاهد. لا أنا ما قلته، أنا بكمل فكرتي. خلوني أنا أتكلم. لما تتكلمون مع بعض لا المشاهد يستفيد ولا فيكم احد يقدر يوضح وجهه نظر الثاني. ابو ابراهيم يعني كمل فكرتك. كنت اتكلم عن المستقبل بس. طيب كمل فكرتك ابو ابراهيم. اسمع لي ابو حسام، كمل فكرتك ابو ابراهيم ونرجع لابو حسام يعلق عليها وبنروح الفاصل. يعني بالضبط. يعني والمشاهد يشوف ابو ابراهيم ولا ابو حسام عشان الشاشه كذا بنقصبت ولا هم هنا. يعني انا بس عشان اوضح للناس الفكره. سلطه تنفيذيه يعني ايش؟ يعني مثلا خلنا نشرح لهم اياها. البيت الأبيض يريد أن يقر قانون أو بطولة اللي هي بطولة سبتمبر هذه الودية، يريد أن يقرها.
يطرح الأمر هذا وين يوديه للكونغرس اللي هي الجمعية العمومية حقتنا. الجمعية العمومية يصوت عليه يا بالموافقة يا أنه يرفضها. ما يحدث شفت علي أنه يعني أنا رجاء يعني رجاء مثل ترى وقت الاتحاد ترشيح حافظ المدلد أنا حقيقة كنت مصدق أنه إيش الاتحاد رشح لو ما طلع عبد الرزاق يعني أنا أتمنى أنه على الأقل يحترموا عقولنا ويقولوا أنه والله هذه رفعناها للجمعية العمومية والجمعية العمومية وافقت وطلعناها وإحنا حنصدقهم بس كذا يعني على بس أنت تبغى في كل قرار مجلس إدارة مو كل قرار خلنا أقول لك بس تبغى في كل شيء مجلس إدارة الاتحاد وأنه يرفعوا للجمعية العمومية الجمعية العمومية عندها في السنة اجتماعين ثلاثة الظاهر تقييم للعمل لازم يأخذون قرارات ويصنعون قرارات بصلاحيات لا ما تقعد هي في النهاية لديك استراتيجية تمشي فيها أنا مثلا أنا كسلطة تنفيذية الاتحاد والأعضاء هذول والله علينا أن نشتغل في الاتجاه هذا أو في الاتجاه هذا أو في الاتجاه هذا لكني أنا لا أقر أو أشرع أشياء جديدة هذا في النظام موجود ما هو المشاهمة قايلين وش يقولون قايلين إنه الاتحاد اللي الآن اللي شرعوا مفروض ما يشرعوا مفروض ينفذوا واللي ما شرعوا مفروض يشرعوا لحظة معلش بسطنا إياها عشان تكون واضحة الجمعية العمومية الحين هذا الاتحاد بحسب النظام اللي عندك نظام لا يملك القرار في أنه يقول والله نقيم بطولة هذا مش تشريع إلا تشريع أنك أقمت بطولة الوحدة يا أخي هذا مش تشريع, تشريع. هذا مو تشريع هذا مو نظام اسمح لي يا أبو هذا عمل اسمح. عمل الاتحاد هذا مش تشريع أنا أسأل الحين في النظام يقول هذا الاتحاد لا يستطيع أن يصنع قرار في إقامة مباراة ودية أو بطولة ودية إلا بعد الجمعية العمومية لأن التشريعات شيء وإقامة مباراة وبطولة ودية أو حتى زيارة بطولة شيء ما شيء مختلف أنا أفهم كذا البطولة الودية هذه زين لأنه أنت حتشرع بطولة لا مو صحيح طيب. لما تشرع اسمع التشريع يا أبو إبراهيم معلش عشان إحنا ما نقول كلام للناس ويمر عليهم جاوبني على أسئلتي بس التشريع أنه أنت تضع نظام كل سنة يقام يطبق هل هذا الاتحاد قال والله في كل سبتمبر هل هذا الاتحاد شرع أنه في كل سنة في بطولة ولا أخذ قرار بطولة لأنه في فرق كبير بين حتى التشريع وإقامة بطولة حتى مسألة الزيادة أنا وش مجلس إدارة الاتحاد اللي إذا بغي يلعب مباراة ودية يروح يرجع للجمعية العمومية وأنا صراحة في فارق بين أنك تلعب مباريات وأنك تقر بطولة في فارق بين انك 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 تلعب دوري 14 فريق وفي فارق انك تقر انه لا ممتاز. ما حزيد 16 لحظه انت ما معلش هنا 14 و16 قالوا هذه ستدرس من قبل اللجان ما اقرت البطوله الوديه ما هي تشريع معلش ابو ابراهيم بطوله وديه طيب. اقامه بطوله وديه مش تشريع مش نظام ممكن الان هذا مش يسمى مجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم ولا لا حسب هنا النص رقم 2 مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للاتحاد طيب. ينفذ طيب لا ينفذ تنفيذية وش يعني لا يمكن يتخذ أي قرار إلا لازم يمر على الجمعية العمومية هذا مو صحيح ينفذ هذا مو صحيح الآن زي الآن خلنا غيره طيب غيره لا أنت شوف أنت لا تأخذ الشيء بهذا الشكل ينفذ مو معناته ينفذ كل شيء مثلا كل شيء يعني فقط عمله الوحيد أنه ينفذ ما تقرره الجمعية العمومية لا الجمعية العمومية لها صلاحيات محددة ومجلس الاتحاد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه من اختصاصاته في شيء اسمه اختصاصات يا أبو إبراهيم في شيء اسمه اختصاصات أنا من اختصاصاتي مثلا إقامة الدوري مثلا من ذهاب وإياب أو مثلا مربع ذهبي أو مثلا إقامة كأس الملك مثلا مباراة واحدة أو مباراتين في أشياء كثيرة هذه من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم مجلس إدارة هذا إذا ما قيمة للمجلس إذا أنا هذا أقول وش قيمة أجل هذا أضع الجمعية العمومية هي من غير تقرر شباب. ومجلس الاتحاد هو من ينفذ لا هو يخلط أنا بقول شيء أنت قلت وجهة نظرك إبراهيم قال وجهة نظرك عشان بطلع الفاصل كلمة واحدة فقط غيروا هذا النظام ولا تحطوا سلطة تنفيذية طيب. فقط تنفيذ يعني أنا أنفذ فقط طيب. ما نروح الفاصل وبعد الفاصل نعود للجزء الأخير من الحلقة أحلى
أحمد الشمراني يشجع الهلال.